بسم الله الرحمن الرحيم. The title of the lecture is Ear and Hearing. نأتي الآن إلى الجزء الآخر هو Middle Ear, الأذن الوسطى. It consists of three small bones. يتكون من ثلاث عظام صغيرة اللي هي Hammer, Anvil and Stirrup, اللي هي المطرقة والسندان وعظم الركاب. لاحظوا أن هاي الإير كلان نهايتها وهاي الإيدرام ممبران تربط في الهامر وتنتهي بالسترب اللي هي مربوطة بالإينر إير. وظيفتها they transmit the eardrum vibration to the oval window of the inner ear. إذن وظيفتها هو النقل الموجة من الأوتر إلى الإينر إير. طبعا هي عبارة اللي تلاحظون هنا من ناحية يعني الناحية التشريحية انه هي cavity filled with air, طبعا مملوءة بالهواء ومفتوحة الى الهواء الجوي عن طريق اوستاكيان تيوب اللي هي قناة اوستاكي المفتوحة الى البلعوم. الهدف من عندها هو احداث التوازن بالضغط ما بين قبل وبعد الايردرام ممبرين حتى تكون حرية حركة لاهتزاز التيمبانيك ممبرين أو الإيردرام ممبرين. مثل ما ذكرنا وقلنا أنه 99% of the incident sound waves هي راح يصير بها reflection. إذن 1% فقط راح تهز الإيردرام ممبرين اللي تؤدي إلى اهتزاز هذه العظيمات الصغيرة. 1% هي صغيرة جداً, لا تؤدي لا يعني أبسط يعني المينيمم لمستلزمات عملية السمع هاي ما تفيدها, لازم تكون شوية أكبر. كيف يتم تكبيرها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. لاحظ أنه هنا 1% بآلية معينة وبطريقة معينة بالميدل إير أدت إلى زيادة كبيرة, هذه الزيادة كافية لإحداث عملية السمع. كيف يتم هذه الزيادة؟ عن طريق أنه شكل هذه العظيمات الثلاثة, هذا السيستم هو سيستم ميكانيكي, ممكن من نسوي له سيميليشن, نسوي له يعني بما يكافئ من عتلة فيزيائية هي من النوع الأول, فيكون هناك ربح نسمي احنا ربح بالقوة, باعتبار انه في نقطة معينة هنانا اعتبروا انه هذا المرتكز, وفي هذا النقطة هو الفورس on the eardrum membrane, هذا الفورس وهذا الذراع الارم, وعندنا هذه النقطة هي عبارة عن الفورس on the oval window, وهذا الذراع هي المسافة من هنا الى هنا, وهذه المسافة الاولى طلاب, هذه المسافة اللي هي دي ام هي من هذه النقطة الى نقطة وسطية في مكان ما هنا, و دي او هي المسافة من هذه الى هذه النقطة. اذا هنا صار عندي عزم, اذا استخدم قانون العزوم واستخرج قيمة القوة وما هي قيمة الربح بالقوة. هنا بشكل مبسط لاحظ انه يعني التحليل الرياضي لهذه المسألة انه اريد اشوف البرشر on the oval window بالنسبة للبرشر on the eardrum membrane, اريد اشوف البرشر بالoval window هنا شقد اكبر او اصغر من البرشر الموجود هنا, يعني هل زاد او قل. Pressure on the oval window أطلع من طبعا احنا نعرف pressure الضغط يساوي قوة على المساحة, إذا القوة على ال oval window over ال A ال area of the oval window تقسيم ال pressure on the eardrum membrane اللي هو معناها force on the eardrum membrane over area of the eardrum membrane. القيم ذني معروفة محسوبة مسبقا, من طبقوا هذه العلاقة لاحظوا أنه مقدار الزيادة حيكون 20 times, حوالي 20 مرة حيصير زيادة بقيمة الضغط اللي هو مثل هنا موجود واحد قيمته for example, هنا رح يكبر ويصير 20, معناها تضخيم رجع لي من جديد بكمية أخرى
بكمية مناسبة لإحداث عملية السمع. وصلنا للإنر إير which consists of cochlea, the semicircular canals, طبعا هنا أنا القوقعة أو القنوات الهلالية واللي هي مسؤولة عن التوازن واللي ما راح نتطرق لها حقيقة, and the auditory nerve اللي هو العصب السمعي الرئيسي اللي ينقل الالكتريكال signal to the brain. الكوكليا is cavities, هي عبارة عن تجويف أو تجاويف حقيقة, spiral shape bony structure, هي عبارة عن عظيمة كأنها مع شكل spiral أو حلزوني, تتكون من cavities or chambers. chambers هي تتكون من 3 chambers 1 2 3. The first one and the third one filled with fluid, تكون مملوءة بسائل, أما الوسطي فيكون فارغ. لاحظوا هنا أنا طلاب أنه الستيبس أو السرب مربوط في الأوتر تشامبر اللي هي الخارجية تدعى من يدخل بيها. طبعا هنا أنا موجة عبر العظام جتي من دخلت إلى فلويد كاهتزاز, هو يدخل عادي عبر جزيئات لأن وسط فلويد عادي يعني ليكويد ستيت, يدخل موجة وتتحرك داخل وسط سائل, لكن هنا شو أسميها كومبريشنال ويفز. هنا كان ميكانيكال ويفز, أيضا هنا ميكانيكال ويفز, لكن هنا أنا راح أسم هي نفسها لكن تسمية أخرى هي كومبريشنال ويفز. تدخل بالسائل في هذا كستيرنال تشامبر, تدخل وتفتر كامل السبايرال شيب وترجع من الطرف الآخر لهذا الاتجاه, إنه تدخل من هذا الشامبر وتطلع من الشامبر الآخر. الشامبر الوسطي consist of organ of Corti. organ of Corti اللي هو عبارة عن جزء عضو صغير يحمل شعيرات اللي هي نهايات عصبية hair cells, وظيفتها إنه تتحرك هذه الشعيرات عند توافق ترددها الطبيعي مع تردد الموجة الساقط عليها أو اللي حركها حقيقة. فمن تتحرك يصير فيها اهتزاز عن طريق عمليات معينة داخل هذه الهيرسلس, راح تتحول الميكانيكال انرجي إلى أو الميكانيكال سيجنال إلى الكتريكال سيجنال, ومن ثم تجمع وتروح عبر الأوديتري كانال to the brain. كيف يتم هذه الحركة؟ طبعا كل هيرز كل مجموعة شعيرات تتحسس بتردد معين بفريكوانسيز معينة. كيف تتحسسها؟ عند دخول الموجة كوبريشنال ويز أو موجة تضاغطية عبر هذا الشامبر, طبعا راح تسبب له اهتزاز حتى بجدرانه, اهتزاز الجدران راح يؤدي إلى حركة هذا الجزء على الشعيرات ويؤدي إلى حركتها والاهتزازها. شو وقت ما توافق تردد هذا الاهتزاز مع تردد إحدى هذه الشعيرات اللي احنا قلنا كل شعيرة لها تردد, الاهتزاز طبيعي يختلف عن تردد الشعيرة الأخرى, راح تتحسس وتحول إلى إشارة كهربائية. لذلك نقدر نقسم أنه الهير سيلز الموجودة قرب القاعدة اللي هي هنا هير سيلز موجودة اللي هي نسميها البيس قاعدة كوكليا, تتحسس بهاي فريكوانسي ويفز. اما نأتي الى المنطقة الوسطية من الكوكليا فالهيرز او الهير سيلز الموجودة تتحسس بميديوم فريكوانسي ويفز, اما الهير سيلز موجودة بالأبكس أي أنه في نهاية الكوكليا تتحسس بلو فريكوانسي ويفز. إذن الـ inner ear consists of cochlea, semicircular canals and the auditory nerve. تتكون الكوكليا اللي هي شكلها spiral shape bone structure من 3 chambers. هاي 3 chambers 2 من عدها الخارجي والداخلي مملوء with fluid
تدخل الموجة ميكانيكال إلى اللي تكون كومبريشنال ويفز هنا، وحسب الاهتزازات الداخلة وحسب تحسس كل شعيرة بالموجة الميكانيكية اللي تأتي، سوف تتحول كل سيجنال إلى الكتريكال سيجنال وتتحول وتذهب إلى البرين. الموضوع الأخير هو hearing loss or deafness، فقدان السمع أو الصمم. deafness can be caused by changes at any level of the auditory system. حتى يصير الصمم أكو مسببات، هذه المسببات قد تتوزع على كل مسار أو عدة أماكن من الـ auditory system بشكل عام، واللي السبب لهذا الصمم. number one conduction hearing loss، النوع الأول راح أسميه conduction، أي أنه الصمم أو فقدان السمع التوصيلي، اللي هو نتيجة لوجود مشكلة بطريق وصول الصوت للإنر إير. إذن هو موجود بال external and middle ear. number two اللي هو nerve hearing loss، بسبب عصبي due to the destruction of hair cells or the auditory nerve. إذن المشكلة هنا يا أما بالhair cells يا أما بالشعيرات العصبية لو بالauditory nerve، إذن منشأة عصبي. number three اللي هو central hearing loss، أنه الفقدان الناتج بسبب مركزي اللي هو بسبب brain damage، حدوث مشكلة في الدماغ. إذن conduction البروبلم راح تكون أما بالأوتر and middle ear. nerve hearing loss or nerve deafness قد يكون بالinner ear or auditory canal and central يكون بالبرين. شنو بالبرين؟ نانا الأماكن أو المراكز اللي مختصة بتفسير الصوت، اللي يسوي لها decoding and analyzing، يصير بها دمج نتيجة حادث أو غيرها، ويؤدي بعد أنه الدماغ ما يستقبل، حتى لو يستقبل الإشارة ما راح يقدر يتعامل معها ويفهمها. بالنسبة للconduction hearing loss مسبباتها قد تكون plug of wax، وجود الشمع اللي قد يسد القناة السمعية auditory canal، or يوقف شغل الإيردرام ميمبرين بسبب تجمعها على الإيردرام ميمبرين ويجمدها، فمجرد تنظيفها راح تعود الأذن إلى عملها الطبيعي. fluid in the middle ear بسبب تجمع سوائل، قد يكون بسبب inflammation يعني بالتهاب معين، قد يكون بسبب دخول ماء من الخارج. طبعا هذا دخول الماء يكون من قد يكون من الاوستاكين تيوب، او اذا كان هناك ثقب بالإيردرام ميمبرين ايضا يدخل الفلويد هنا ويسبب لي مشكلة. لكن ايضا عند سحب الماء وتنظيف المنطقة ترجع الاذن الى سابق عملها الطبيعي. السبب الأخير واللي يسبب لي conduction hearing loss هو hole in the eardrum membrane. الهول هو تمزق أو فتحة بغشاء الطبلة، أيضا هذا يسبب لي عدم وصول الصوت. يعني لما احنا قلنا conduction هو طريقة توصيل به مشكلة، طريقة توصيل قبل ما نشتغل على النيرف على الأعصاب، طريقة التوصيل هو الأوتر والميدل إير. النوع الآخر هو nerve hearing loss اللي هو أساسه ومنشأه يكون عصبي، اللي يكون سببه يعني two main reasons، أما damage to the hair cells أكو مشكلة هنا، شوفنا هنا خلل بالشعيرات العصبية، or damage to the neural pathways or of hearing اللي هو auditory canal بمشكلة بسبب حادثة بسبب أمراض معينة. إذن التوصيل العصبي هنا حيكون هو السبب الرئيسي لوجود nerve hearing loss. أخيرا كيف نقدر نقيس the function of ear، عمل الأذن اللي نسميه hearing test، اختبار السمع، وذلك باستخدام electronic instrument called as audiometer. audiometer هو جهاز بسيط جدا تكون من two parts اللي هو oscillator مذبذب
أو مولد لذبذبات أو continuous and pulses tones لنغمات متقطعة أو متواصلة مستمرة with different frequencies and intensities بشدات وترددات مختلفة and headphone. الpatient يلبس الهيدفون ويوضع يعني في كابينة تكون معزولة صوتيا ويؤشر للطبيب طبيب يبدي يغير بالfrequencies والintensities والمريض يؤشر في حال السماع الصادق أو من عدم سماعه. الأوديغرام مثل ما تلاحظون هنا الاكس اكسس هو يمثل لي فريكوانسيز والواي اكسس يمثل لي اللاودنس الديسيبل. ملاحظة انه هنا احنا نعرف انه الواي اكسس دائما باتجاه الاعلى نحسبه يعني الموجب، لكن هنا يعني جماعة الاوديولوجيست دائما الأوديغرام مالتهم يكون 0 10 20 30 وهكذا إلى الأسفل، يعني الزيادة نحو الأسفل ده تصير. فالمفترض أنه بالنورمال هيرينج يعني هيلث بيرسون الهيرينج مالته سليم كل شي ماكو، طبعا الزيرو هي ثريشولد أوف هيرينج مفترض يعني بشكل عام أو حوالين الزيرو. الرينج بتوين ماينس 10 تو 20 ديسيبل هذا يعتبر نورمال هيرينج، اذا كان شوية اعلى بتوين 20 تو 40 راح يسمى مايلد هيرينج لوس، فروم 40 تو 55 مودريت ومودريتلي سيفير هيرينج لوس اند بروفاند. اعلى شيء اذا كان حتى لو صوت الانفجار وما يسمعه هذا معناه بروفاند هيرينج لوس انه شيء قطعي ومنتهي، أما إذا كان أقل شوية فهذا يكون يعني سيفير هيرينج لوس يكون شديد فقدان السمع عنده. كيف نفرق بالأوديغرام؟ كيف نقدر نفرق أن هذا مشكلته هيرينج كوندكشن هيرينج لوس أو نيرف هيرينج لوس؟ ممكن من خلال الشكل. لاحظوا هنا أنا في حالة conduction or conductive hearing loss audiogram بما أنه المشكلة موجودة في الطريق لتوصيل الصوت، إذا المشكلة راح تطال يعني يطال بها جميع الفريكوانسيز التي ممكن إنسان أن يسمعها، أي موجة أي تردد يجي بما أنه كواك سد الإير كانال إذا انتهى وما راح أسمعه أو يقلل من شدة مالته. فلهذا السبب كل الفريكوانسيز لو تلاحظون بما انه هنا هاي فريكوانسيز هنا كلها يحتاج شدة عالية يلا اسمعها كلها بشكل عام، اذا هنا اقدر رأسا اميزه واقول هذا عبارة عن conductive deafness. اما بالنيرف hearing loss او نيرف deafness المشكلة انه المشكلة بالنيرف مشكلة بالهير سيلز انه بعضهن تكون صاير بها دمج صاير بها مشكلة بحيث ما تلتقط هذا الفريكوانسي بالذات، لذلك تلاحظون انه اللي عنده مشكلة بالنيرف هيرنج لوس انه يسمع ترددات اغلب الترددات يسمعها بشكل طبيعي، لكن في تردد معين او في رينج في يعني في منطقة معينة راح تلاحظون انه ما يسمع بها مشكلة، لازم فريكوانسي جدا تنسيتي جدا عالي يلا يسمعه، اي انه عنده مشكلة نيرف. اذا كوندكشن هو هبوط كل الكيرف للاسفل، اما النيرف هو جزء من الكيرف ينزل إلى الأسفل بسبب أنه جزء معين من الهير سيلز صار بيه مشكلة، أما البقية فطبيعية ويسمعها بشكل اعتيادي. Thank you طلاب.